هذه أثارت سقوط الجدار من فوق المنزل. أو ديجا كانوا العمال يعملوا صباح، جبت شوية روح ماكا شوية طاح الحيط، رزمو ما طاحش عليه. ها الجدار هذا كامل طاح من فوق. ها شوف الجدار هذاك راه في أي لحظة راه يسقط هو لا. والجدار هذا راه في الجو محاكمة والو، في أي لحظة يطيح. من جاك من السلطات؟ السلطات مازال ما تقدم حتى واحد من السلطات، كان إلا الحماية المدنية اتصلت بها من الصباح على الرقم 14، جوني وخرجوني من الدار وخرجوا أهلي، و إن شاء الله السلطات تتدخل ودير لنا حل في أقرب الأجل وخلاص. ما جاب البالة تحفر هو فرصتها. الحيوط عندك مفصولة كل العيب. العماد من حي الاستقرار، المنزل تعرض للانهيار وراو اي للسقوط في اي لحظة. واو كيما شفت تو هاي الديار كلها تشلخت، ما تترقعش هي فهمتني. وديجا راني داير طلب على ملف سكن من 2015 واللحظة ما جاتني حتى لجنة، هاك عينت وشفت بعينيك ونطلب من السيد الوالي تدخل والسيد رئيس الدائرة ونكون في القائمة الجاية تاع السكن بإذن الله. أهلك وين؟ وعندي الزوجة تاعي والأطفال، أو تقدر تقول تسردوا. هاي أديتها تو الصباح لهلا وهنايا لازمني نروح لأهلي، وكل واحد يولي في جهة. خش منها؟ هذا حش قديم تاع الوالد تاع العائلة كل فهمت، وني راني بلا سكن، حطيت في راسي عامين ولا ثلاثة وها وراه رايح يطيح. وها السور البراني كان شفته البرا الورشة تاع البناء طاح عليهم الحيط كامل، حفظهم ربي العمال اللي فهم تيليكون هكاك طاحت روح ولا مات واحد فهمني.